تعالى خد هو الذي الاصل اقف الاول وانتم ادلة ان الناظر هو الله ان الله هو الله وانت تعلق بالله لو بد ان تتعلق بالحدود وان الانسان بصاعدة تعلق القلوب بالله ينظرك الله على سبيل يدين قول هذه الطرق الله هو الناظر وحده ويقول ربنا تعالى في التربيع عديد في صورة الأنظر هخليك تروح رويتر ان شاء الله رويتر ان شاء الله ماشي ان هو يقضي يا ابو
الشمس كده اتجاه اتجاه الشمس ماشي كده صح يكون القوم كده طب بعد بسرعه علينا ان علينا ان نتكي الاداديه لابد ان يكون كل واحد العالم العالم لابد ان يكون ادبي واقول هذه الادبيات ان تغير ما في نفسك ان تغير هذا السلوك احنا نتكي يا اخواننا نغير كده بقى نجيب ربي اولادنا على على الاتقان في العمل محتاجين نوفيهم ان هم يغشوش من الامتحانات لان انا عايز الطالب اللي من دلوقتي هيطلع ده طالب مجتهد يبني هذا الوطن. هذا الوطن لا يبنى الا بالشرفاء الا بالامناء. فلا بد ان نراعي اولادنا. اذا راى احد منكم المنكر في اي مكان فليغيره. خلاص لا مكان النهارده للخذلان، لا مكان للتقاعس. علينا ان نغير ما حولنا كما غير هؤلاء الشباب هذه الامه. لابد ان نغير ايضا نحن اماكننا، لابد ان نغير ما في انفسنا. اخوة الاسلام علينا جهد كبير، جهد كبير. كل واحد منا عنده فكره، عنده حاجه طيبه لهذا البلد لا يبخل بها عن هذا البلد. لابد ان نتناصح، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد هو ان يكون هو ديداننا. اخوة الاسلام هناك دروس عظيمه، اكتفي بهذه الدروس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، صل اللهم على سيدنا محمد في الاخرين، صل اللهم على سيدنا محمد في البلد الاعلى الى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم حبب الينا